السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من سلسلة البرامج التعليمية من شركة أبناء علي أبو صلاح. في حلقة اليوم سوف نقوم بشرح برنامج سكرين شير أو سكرين ميرورينج الخاص بتلفزيون سكاي وورث. لقد أتتنا العديد من التساؤلات عن طريقة بث صورة الجوال إلى تلفزيون سكاي وورث سمارت الذي يعمل بنظام أندرويد. ببساطة، يجب في البداية أن نقوم بضغط كبسة هوم في ريموت سكاي وورث هوم لكي نصل إلى التطبيقات. هنا بالأسفل التطبيقات، ومن ثم الانتقال إلى سكاي شير. ننتقل إلى خيار سكاي شير، نضغط هنا، ومن ثم ننتقل إلى جهاز الهاتف. ننتقل في جهاز الجوال الخاص بنا مهما كان نوعه إلى الإعدادات أو خيارات أو ضبط حسب نوع الجهاز، ومن ثم مشاركة واتصال، ومن ثم ميرا كاست أو سكرين ميرورينج أو سكرين شير حسب نوع الجهاز. ننتظر قليلا حتى يأتي اسم الجهاز أندرويد 7. الآن بدأ الاتصال على شاشة التلفاز. الرجاء الانتظار. وهكذا تم بث صورة شاشة الجوال على جهاز سكاي وورث سمارت الذي يعمل بنظام الأندرويد. وبنفس الطريقة يمكن بث صورة الفيديو والصور الملتقطة بالكاميرا. يمكن استخدام التلفاز ككاميرا للجوال ولعب الألعاب مباشرة عن طريق التلفاز من خلال الجوال. هذا كل شيء لهذا اليوم. شكرا لكم من شركة أبناء علي أبو صلاح. لا تنسوا عمل اشتراك في القناة لكي يصلكم كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.